ما معنى خشاش الأرض؟ لقد وردت عبارة خشاش الأرض في أحد الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي جاء فيه أن امرأة دخلت النار في حراق، حيث قامت بحبسها ومنعت عنها الطعام والشراب، ولم تسمح لها أبدا بالخروج والبحث عن أي شيء تقتات عليه. ولو كان من خشاش الأرض الذي سنبين معناه في هذا الفيديو، وتسببت تلك المرأة الشريرة بموت الهرة المسكينة، فكان عقابها من الله عز وجل أن أدخلها نار جهنم جزاء بما اقترفت يداها من ظلم تلك الهرة وتعذيبها. وهذا الحديث هو من الأحاديث الشهيرة والمعروفة لدى الكثير من المسلمين، حتى الأطفال منهم. فهذا الحديث يدرس للأطفال في المدارس، ويتم اطلاعهم على الدروس المستفادة منه. وقد ورد حديث المرأة التي دخلت النار بسبب هرة في العديد من الكتب الحديث، ومنها صحيح البخاري وصحيح مسلم. فهذا الحديث هو من الأحاديث التي اتفق على صحتها الشيخان البخاري ومسلم. وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في عدة مواضع في صحيحه، مع اختلاف في بعض الألفاظ. ومن تلك المواضع كتاب بدء الخلق، حيث أخرج الإمام البخاري الحديث في هذا الموضع على النحو التالي: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وفيما يتعلق بعبارة خشاش الأرض، فإنها تعني الحشرات، فمن المعروف أن القطط تحب أكل الحشرات من الصراصير والعناكب والديدان وغيرها، فالحشرات هي من الأطعمة المفضلة عند القطط، فهي تتلذذ وتستمتع بها كثيرا. وقد بين هذا المعنى العلماء الذين شرحوا الحديث، حيث قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذه العبارة: المراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. والخشاش هي كلمة مشتقة من الجذر اللغوي خششة. وقال ابن منظور صاحب معجم لسان العرب في شرح هذه الكلمة: والخشاش بالكسر الحشرات. وقد يفتح وفي الحديث أن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، قال أبو عبيد: يعني من هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها. ويستفاد من حديث المرأة التي دخلت النار في هرة العديد من الفوائد والدروس، ومنها خطورة الظلم وحرمته حتى ولو كان للحيوان، والتحذير الشديد من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عليه، وحرمة تعذيب الحيوان وإيذائه.